ممكن توضيح تفسير سيدنا ومولانا محي الدين ابن عربي في فصوص الحكم ان سيدنا موسى كان قرة عين لفرعون بالايمان الذي اعطاه الله عند الغرق فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث لانه قبضه عند ايمانه قبل ان يكتسب شيئا من الاثام والاسلام يهب ما قبله وجعله آية على عنايته سبحانه بمن شاء. هو في علماء مستدي محي الدين بس بيقولوا ان فرعون لما أيقن بالغرق وهو أصلا كان في حبه في قلبه حب دفين لسيدنا موسى، ما هو ربنا بيقول ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فكان اللي يشوف سيدنا موسى ويقعد معاه يحبه ما يحبش يضره، ربنا كده حمى سيدنا موسى من قسوة فرعون إنه ألقى في قلب فرعون حب ناحية سيدنا موسى فكانش يقدر إيه يضره، فهمت؟ والحب ده فضل في قلب فرعون لدرجة انه حتى ايه بيقول لهم ايه ذروني اقتل موسى وليدعو ربه، يعني سيبوني بس مش قادر، يعني ادفعوني دفعا علشان اقتله بس انا مش قادر، مش بيقول كده؟ وبعدين ايه يقول ايه وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، يقول له كده بيلومه، يعني بيقولوا الم نربك فينا وليدا، انت ما تمرش فيك يا موسى يا حبيبي، يعني ده كلام فرعون ده كلام واحد متيم بواحد بيحبه، شفت ربنا قهره وحب سيدنا موسى، واللي بيحب الصالحين لازم ينتفع. فقام سيدنا محي الدين بيقول لك شوف انتفاع فرعون بسبب حبه لسيدنا موسى فضل معاه مكبوت، ما طلعش الا لما شاف الغرق بعينه قال امنت الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين، قال انا وقد عصيت من قبل وكنت من الكافرين. فبعض العلماء وهم قله قالوا يبقى فرعون مات ناجيا لأنه تاب قبل أن يغرغر، قبل ما يغرغر يعني إيه قبل ما توصل الحلقوم قال أنا خلاص بقيت مسلم ومات على كده، فهل موته ده ينتفع به يوم القيامة ويبقى تحققت أنه قرة عين له؟ مش امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، فيبقى قرة عين فرعون بسيدنا موسى تأخرت أول حد ما غرق قبل ما يغرق بلحظة، فاهم؟ ده رأي بعض العلماء الأولية، فقال لك يبقى مات ناجيا حتى لو دخل النار بسبب معاصيه وبسبب تأخر إيمانه وبسبب إزاء سيدنا موسى هينجو منها من الخلود، فهمت بقى إزاي؟ بعض العلماء ذهبوا إلى ذلك منهم سيدي محي الدين، حبيت أنت تفهم فهمه ده وتقول بيه لا شيء لا شيء، حبيت ما تفهمش فاهم وتقول لا ده فرعون ده مخلد في النار ما يقومش تطلع خلاص ما يجراش حاجه يا سيدي، الوهابيه مع الطريقه الثانيه بتاع والاوليه بيقول لك احتمال ربنا ينفع ما يجراش حاجه، يعني ده امر ما ينبنيش عليه خلاف في العقائد، فهمت بقى ازاي؟ ادي كل الحكايه، فهمت بقى المساله؟ فما تقلقش انت مقتنع بكلام سيدي محي الدين اقتنع، مش مقتنع ما تعبش فيه، دي وجهه نظر والايات تحتمل، فهمت بقى؟ والنار بيستفيد بحبه لأهل الله يقوموا يشنعوا على سيدي محي الدين، بيقول لك سيدي محي الدين بيقول بنجاة فرعون عقدته فاسدة، يقول يا ابني هو فرعون ده لو نجي يبقى كفرت بالله، حاجة غريبة ايه اللي عقيلة الفاسدة اللي فيها، هو بناء على آية في القرآن بيقول ان هو مات على الإسلام في آخر لحظة، صحيح في آخر لحظة، بس هل ينتفع بها فتنجيه من الخلود ولا لا ينتفع بها فلا تنجيه من النار لكن تنجيه من الخلود، فهمت ازاي؟ يعني يدخل نار المؤمنين ما يدخلش نار المخلدين لانه مات على الايمان، ده خلاف بقى بين العلماء، ففي علماء كثير واولياء كثيرين قال لك ينتفع بها فتمنعه من الخلود لكن قد لا تحجبه عن النار مطلقا، قد يدخل فتره ثم بعد ذلك لا يخلد، في بعض العلماء قالوا كده، حبيت انت تمشي معاهم يمشي، يعني انت لو دخلت الجنه لقيت فرعون هتقول لا خرجوني مش حبات فيها، حاجه غريبه قوي يا اخي، سبحان الله عليك يا اخي، بطل بقى، ولو دخلت الجنه يعني وما لقيتش فرعون تقول خرجوني، انا كنت عايز ادخل معايا فرعون وهامان، يا جدع بطل، سلم الامر لله هو اللي يفعل ما يشاء في عباده، يعني لازم توسع صدرك لخلاف العلماء والنصوص القرآنية التي تحتمل وتحتمل وتحتمل، وفضل الله واسع، هذه كل الحكاية. في حزب البحر نقرأ آيات من سورة ياسين قبل أول السورة،
أريد أن أفهم إن سئلت إن كان هذا تنكيسا، وذلك في قولي واطمس على وجوه أعدائنا. التنكيس يعني معناه إنك تجيب جزء من آخر السورة في الركعة الأولى وجزء من أول نفس السورة في الركعة الثانية. ده تنكيس في الصلاة، إنما خارج الصلاة ده مطلق ذكر، فأنا من حقي إن أنا أقول القرآن بأي طريقة طالما إيه المعنى ده في آخر السورة أنا عايزه دلوقتي أجيبه، والمعنى الثاني في أول السورة أنا عايزه دلوقتي أجيبه، لأن لا يسمى تنكيسا، لأن الحزب هو عبارة عن دعوات ودعاء، فأنت مش مطالب بالترتيب في الدعوات إذا كان الترتيب لا يخل بالمعنى المراد. واضح؟ وغل أيديهم وربط على قلوبهم فاستنكر أحدهم قول واربط، معللا بأن ذلك دعاء بالخير كقول لا وربطنا على قلوبهم. واربط على قلوبهم يعني إيه؟ يعني اغلق على قلوبهم فلا يدخلهم هداية. واخد بالك؟ زي ما قال ربنا اشدد على قلوبهم إيه؟ واطمس على أموالهم. اشدد يعني اربط. مش سيدنا موسى هو؟ أعرف الناس بالله في بني إسرائيل كان سيدنا موسى. فسيدنا موسى عيد دعاء غلط؟ هتروح تعلمه؟ ما قال ربنا اشدد على قلوبهم وايه واطمس على اموالهم. واخد بالك؟ وسيدنا ابراهيم قال سيدنا نوح لما ربنا نزل عليه قوله تعالى لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فعرف ان اللي عايشين دول مش هيؤمنوا خلاص. قال ايه بقى؟ رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. دعا عليهم. طب هو يعني سيدنا نوح لما بيدعي عليهم بيريد بهم الشر؟ لا، ده بيريد بهم الخير يا ابني، لأن الكافر لو زاد عمره زادت عقوبته، لأن هيزيد أعماله الوحشة. فربنا بيقول يا رب طالما هم وحشين كده ما تطولش عمرهم بقى عشان ما تزيدش إيه أعمالهم السيئة، كفاية عليهم كده. يبقى بيدعي لهم مش بيدعي عليهم. بس أنت اللي مش فاهم، الأنبياء فاهمة. ما هو بيقول ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. يبقى ربنا بيطول عمر الكافر عشان يزداد اثم. لما سيدنا نوح عرف ان قومه دول مش هيؤمنوا بعد كده خلاص، فدعا لهم في سوره الدعاء عليهم. بس انت اللي مش فاهم، عشان انت غلاوي خدت الدعاء غل. لكن سيدنا نوح والانبياء ما عندهمش الغل ده. ده قال يا رب طالما مش كاتب لهم انه يؤمنوا بقى ما تطولش عمرهم عشان ما يزدادوش اسم. يبقى بيدعي لهم اهو ولا لا؟ شفت بقى؟ يبقى الانبياء ما تسقش الظن بيهم. ده الانبياء دول بيدعوا زي بالظبط الملك. الملك بيقول اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. طب هو ما بيدعي بالتلف يبقى الملك ده شراني؟ لا، يعني يا رب طالما هو مش كريم كده وبينفق فهيحرم ثواب الصدقة. طب يا رب ابتليه وتلفه عشان يصبر يوم ياخد ثواب الصبر. طالما حرم نفسه من ثواب النفقة، طب يا رب بقى تلف له ماله عشان يصبر على فقد ماله يوم ياخد ثواب الصبر. يعني الملك بيدعي لك مش بيدعي عليك، انت اللي مش فاهم. الفكرة يا سيدي ان الملائكة والانبياء ما فيش شر في قلوبهم، الشر في قلبك انت. عشان كده بتفهم دعائهم انه دعاء شر. لا يا سيدي، ده في قلبك انت، هم مش عندهمش الحكايه دي. فهمت بقى؟ يبقى لما بيقولوا الانبياء اللهم لا تبقي منهم احدا، اللهم وسيدنا رسول الله اللهم ايه اهزمهم بددا ولا تبقي منهم احدا، يبقى النبي هو رحمه العالمين بيدعي عليهم، يبقى كده شراني؟ لا يا ابني، يعني يا رب طالما انت لم تقسم لهم الايمان فعجل بوفاتهم، تريحنا منهم وتقلل معاصيهم. شفت بقى المعنى؟ يبقى النبي لما بيدعي على دول بيدعي على دول، مش بيدعي عليهم، ده بيدعي ليهم. انت اللي مش فاهم، انت خلاك فهمك ان يا رب لا تبقي منهم احدا انه غل وبيدعي كده وهو بتك على اسنانه وغل غل. لا ابدا، هو بيدعي ليهم. يا رب طالما مش قسم لهم الايمان ويبقوا ناس صالحين، طب موتهم بدري بدري نستريح منهم وهم يستريحوا ونسوق اعمال. شفت بقى الانبياء هذه طريقة دعائهم يا سيدي. ما هو ايش دول بيقول احنا عايزين بقى ايه بدل واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الامان، نشيل اربط ونحط اشدد. طب تشيل ليه؟ ما هي اربط بمعنى اشدد يا ابني. حاجة غريبة. يبقى ده ضعفه في اللغة، يعني عايز يعدل على سيد ابو الحسن. يا ابني اللغة واسعة، ما هي اربط بمعنى اشدد. انت عايز تشيل اربط ومعناه اشدد. انت الوقت لما بتربط الجزمة مش بتشدها على رجلك؟
يبقى الربط والشد هي نفس المعنى، ده مرادف يا ابني. فما فيش داعي انك انت ايه تستعجل تعترض على ايه، على الاولياء الكبار في الفاظ ادعيتهم.